أثناء السير الصعب على طول طريق سان مارتي القديم، يمكنك العثور على بحيرة كبيرة وجميلة، وتسمى بحيرة جوسان، محاطة بالجبال. ما تبدو عليه البحيرة رائع جداً، تظهر مع أشجار الصنوبر الكثيفة. كلما مشيت أكثر، أجمل البحيرات والجبال يمكنك أن ترى، وثم قد تظهر مشاهد رائعة جداً، ومن الصعب العثور عليها في أي مكان في البلاد. بمجرد تطوير السد، ومن الشائع أن جمال الطبيعة ونظام النظام البيئي ضاعت من قبلنا. بدلاً من طريق سان ماجئي القديم يظهر مشهداً في وئام مع الطبيعة. في هذه الأيام، تم تحقيق الكثير من التطوير في العديد من المجالات. لذلك هناك العديد من المناطق التي دمرت فيها البيئة المحيطة. طريق سان ماجئي القديم لقد حافظت على البيئة الطبيعية بشكل جيد وحافظت على مظهرها السابق. إنه يظهر لنا مناظر طبيعية جميلة. الميزة الرائعة لطريق سان ماجئي القديم هو الانسجام الجيد من الجبال والبحيرة. يمكن القول أنه مزيج رائع من الجبال والبحيرة. إنه يوفر لنا منظر رائع. إذا واجهت ذلك بنفسك، سوف تقع في حب طريق سان مارتي القديم، في سحر الطبيعة المتناغم. مثله، مع اهتمام الكثير من الناس، طريق سان ماجئي القديم يصبح أفضل محيط في كوريا. في هذه الأيام، تم تحقيق الكثير من التطوير في العديد من المجالات. لذلك هناك العديد من المناطق التي دمرت فيها البيئة المحيطة. طريق سان ماجئي القديم لقد حافظت على البيئة الطبيعية بشكل جيد وحافظت على مظهرها السابق. إنه يظهر لنا مناظر طبيعية جميلة. الميزة الرائعة لطريق سان ماجئي القديم هو الانسجام الجيد من الجبال والبحيرة. يمكن القول أنه مزيج رائع من الجبال والبحيرة. إنه يوفر لنا منظر رائع. يقع طريق سان ماجئي القديم، قرية مسقط رأس سان مالونجي جيل، في قرية سوران، أويساري، شيلسون ميون، جوسان غون، شانتشون بوكدو، كوريا. وهو طريق قديم يبلغ طوله الإجمالي 10 ري، متصل بالجبل قرية سان ماجئي. إنه مسار للمشي تم ترميمه كأنه يرسم على الطريق القديم الذي يبقى كالأثر. طريقة صديقة للبيئة لتصنيع معظم أقسام الطريق القديمة في دعامات خشبية الطوابق. لا يقتصر الأمر على تقليل الأضرار البيئية وإظهار الجمال الطبيعي كما هو. جمال الجبال والمياه والغابات على طول المسار الجبلي القديم هو المكان الذي يمكن اعتباره أبرز ما في جوزان. سد غوسان، الذي تم الانتهاء منه لأول مرة في أوائل عام 1957 باستخدام التكنولوجيا الكورية البحتة، هو رمزي لقد أصبح مصدر فخر للمنطقة. وتعتبر المنطقة المحيطة بالسد أكثر قيمة لأنه يحافظ على النظام البيئي الطبيعي غير المتضرر. تم بناء طريق سان ماجئي القديم على طول سد غوسان باستخدام بناء صديق للبيئة الأساليبي، يمتزج مع بحيرة سد جويسان. يمكن للأشخاص الذين يزورون طريق سان ماجئي القديم الاستمتاع بالجمال الطبيعي لكوريا دون أن تنزعج. الجميع يقع في حب هذا المكان. أينما ذهبت في منطقة جويسان، ستجد العديد من الوديان مع النسائم المنعشة والمياه الصافية والغابات الخضراء. إنه فخر لا يملكه إلا جوسان. تعتبر علامة تجارية تمثل كلين جوسان. أي شخص زار جوسان يعرف أنه الأفضل في البلاد بنظافتها وروعتها الطبيعية في ذروتها. يمكن للجميع أن يشعروا به. في جويسان ولد مكان مشهور آخر يسمى طريق سان ماجئي القديم. نسيم الجبل المنعش برائحة الشجيرات يلتقي بالنهر اللطيف نسيم. إذا مشيت في هذا الطريق، يمكنك أن تشعر بالطبيعة كما هي. إذا كنت مع حبيب، فهو مفتوح، لكنه يصبح دورة موعد فقط لكما، مقدمة من الطبيعة. إذا كنت تمشي مع الأصدقاء أو العائلة،
فسوف يتأثر قلبك من خلال الخطوات المتزامنة. يعد طريق سان ماجي القديم أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية، معروفاً على مستوى البلاد.